ينضم لينا على التليفون وعلى الهواء مباشرة الأستاذة بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية. أستاذة بثينة، أهلا وسهلا بك ومنورة محطة مصر. ربنا يخليك يا فندم. عرفنا كلنا أن حضرتك مريتي بتجربة سيئة النهاردة من إلقاء القبض على حضرتك وآخرين، إيه السبب وكيف كانت المعاملة يا أستاذة بثينة؟ والله أنا يعني في النهاية شخصية عامة وإعلامية ومرشحة رئاسية محتملة، فده جنبني الكثير من البشاعات اللي بيتعرض بيها شبابنا. وأنا بقول للأهالي في البيوت، أرجوكم انزلوا دافعوا عن أبنائكم، أبنائكم بيتسحلوا بيتضربوا، وبناتكم بيتعرضوا يعني لأسوأ أنواع الإهانة. أنا كنت لما قريت على النت عن إنه محتاجين أدوية وخل وكده، نزلت وتوجهت لشارع محمد محمود، شفت شباب عادي يعني عمالين يقولوا بلطجية، ويقولوا شباب بيواجه بعنف مفرط من قبل الغازات والقنابل الرصاص والرصاص المطاطي. فكان معايا ماسكات ومعايا خل، بحاول ان انا بس يعني انقذ حقيقات هؤلاء الشباب اللي احنا بنسميه دايما الورد اللي فتح في جناين مصر، شباب بيطالب بالحرية ضد إهانة الكرامة ضد عسف وبلطجة الداخلية. المهم في لحظة بتلاقي ناس فجأة بتجري، فابتدت الناس تجري وتدخل في الشوارع الجانبية. دخلت في شارع جانبي من شارع محمد محمود، ثم لقيت على اليمين زاوية فيها مستشفى ميداني وفيها ثلاث طبيبات ومسافين، وفي شاب صغير محطوط بلاستر على عينه مصابة ما عرفش فقدها ولا لا، وواحد تاني ظهره كله محروق بالرصاص المطاطي، وبعض المصابين بالاختناق، وابتدى الضرب الغازات. انا كمان بامانه ما بقدرش افرق بين صوت المطاطي وصوت الغازات، لم اكتسب هذه الخبره بعد. ثم ابتدى الداخليه تحتل الشارع، وعملوا متاريس بعسكر الامن المركزي. دخل ضابط قال موبايلاتكم وبطايقكم، وبعدين لما شافوني جاء العميد قال جال عميد شرطة قال طلب مني انه انا يعني ممكن امشي. فبأمانة ضميري لم يسمح لي، لانه اعتبرت انه وجودي كإعلامية ممكن تتكلم. اولا هو شهادة على كل اللي بيحصل طبعا الشباب. طبعا وانا مؤمنة يا عزيزي انه ما فيش مواطن اهم من طب مواطن، وانه لو ارتفع منصبك فأنت يعني أدنى واحد في المجتمع، وهؤلاء الشباب هم اللي حيبنوا مصر. طب على ذكر الشباب دول يا أستاذة بثينة، عايزك تساعديني في جايلي رسالة على الفيسبوك على صفحتنا، بيقول لي يا عم معتز لو عندك جرأة وحيادية اقرأ رسالتك، فيها تسخين واتقي الله في مصر وشبابها، واسأل المصابين عايزين ايه من وزارة الداخلية، وايه اللي موديهم هناك، وايه اللي عايزين يعملوه في مديرية امن اسكندرية وقسم الاربعين، وهل من المطلوب ان الشرطة تسيبهم يخشوا يعتدوا عليهم وهم ساكتين؟ تساعديني في الاجابة وتقولي له ايه يا استاذ ابو خالد. هقول لك حاجة يا معتز. 25 يناير كانت الشعارات بتاعتها في الاول ايه؟ كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. ايوه احنا ما شفناش طول الشهور اللي فاتت اي كرامة. الشرطة انسحبت، وكان كل دورها لما ابتدت ترجع هو اعادة اهانة المواطنين. واستطيع ان اؤكد لك انه لم يتغير النظام بالمرة. كنت ارى على الكمائن الشباب برضو بنفس الطريقة، رغم انه عدم دستورية إن أنت شخص مواطن شريف ماشي لم يقترف أي جريمة تقعد تزله وتاخد بطاقته وتعامله باحتقار وتهدده وتروعه، والله أعلم بيحصل فيهم إيه.
إضافة إلى المحاكمات العسكرية اللي وصلنا يعني على الأقل من بنقول من كام شهر إن هم 12,000 التعذيب، كشف العذرية على البنات. قول لي إيه يا معتز اللي اتغير؟ إحنا استبدلنا داخلية مبارك بشرطة عسكرية وداخلية ومحاكمات عسكرية، وكل ده كان بهدف إيه؟ إن إرهب الشعب وركعه، ده شعب غلبان هيكره الثورة واللي جاب الثورة، واعمل له بقى ما تظبطش الأسعار وانفلات أمني. وكان ضباط قرايبي بيقولوا لي يعني مجرد عربية دورية، عربيتين على الدائري كان ممكن تنقذ حياة الكثيرين. لكن لازم يفهموا إنه في جيل طالع يا معتز يعني ليسوا عبيدا، هم أحرار. شباب اللي طالع جديد لن يقبل الذل أو المهانة إذا كان أهله شيئوا عليه، ومنهم اللي سافر الخليج وبقى مجرد ممول وقال لي ابنه امشي جنب الحيط أو جوه الحيط واتحرم منه نتيجة البطالة في مصر وإهدار المال العام وتجريف البلد من كل الكفاءات وكل اللي احنا عشناه. وكل حد بيشوفنا النهاردة فاهم اللي أنا بقوله وعايشه بشكل أو بآخر، ولو كان شريف هيبقى أكثر قهرا. هذا الشباب اللي أهله شقي عليه شاف في الدنيا كلها شباب عايش حياة كريمة أكيد، وشاف أكيد. إن هو لا يقل قيمة عنه ولا يقل إنسانية عنه ولا يقل درجة عنه. أنا كنت في كل المسيرات اللي ببقى في وسط الشباب كنت أكتر هتاف يا معتز بيرج قلب الشباب هو حرية حرية حرية، والحرية تمنها غالي، والحرية تمنها على فكرة غالي. مش هتيجي بالسياسة وبس ولا بانتخاباته بس. خليني أرجع وأحكي لك مشاهدتي على النهاردة. على الرغم أن أنا شخصية معروفة وأنه كان عمالة كل الأوامر أنه لا ما حدش يقرب لها، ما حدش يقرب لها، وما حدش يقرب لها يعني اللي ما بيديلوش الأوامر بيضرب، وكان حواليه الشباب بيتسحلوا. فأنا ضميت بعض الشباب اللي مسكوا فيا، ومع ذلك عساكر الأمن المركزي أبص لي أيديهم تمتد بشكل مهين. وأنا كامرأة، وأكيد كل امرأة بتسمعني دلوقتي تعرف يعني إيه معنى اللي أنا بقوله ده. شيء مهم. لما بعد كده دخلت جوه الداخلية بيقول لي مساعد وزير الداخلية اللي استقبلنا بيقول لي ما هو العيال اللي بره اللي بتحدف طوب أخواتهم عساكر الأمن المركزي. قلت له ده يا فندم يعني إجابة غير وافية. لو عسكري واحد اتعاقب لأنه بيتحرش بمتظاهرة أو بيعتدي بالضرب على متظاهر أو 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 أو، أنا عايزة أقول لك يا معتز إن أنا بنتي كانت برضو معانا أنا بس جريت على شارع. أستاذة بثينة الأحداث مشتعلة جدا في اسكندرية، تسمحي لي إن أنا أروح لهناك ونتواصل مرة أخرى في الفترة المفتوحة دي في هذه التغطية؟ بشكرك شكرا جزيلا.